سعادة محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري، الأستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة برزنتيشن سبورتس، الأستاذ سهيل العريفي نائب رئيس اللجنة المنظمة وممثل مجلس أبوظبي الرياضي. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي الخاص باللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري، وذلك للحديث عن آخر الاستعدادات والمفاجآت التي ستكون حاضرة بإذن الله يوم غد هنا في استاد هزاع بن زايد، حيث لقاء السوبر المصري ما بين فريق الأهلي والمصري. أترك الكلمة الآن لسعادة محمد عبد الله هزام الظاهري ليحدثنا عن آخر استعدادات اللجنة المنظمة لاستضافة هذا الحدث الكبير. تفضل عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح ولا؟ قرب المايك بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بالجميع وأرحب بوسائل الإعلام وأرحب بأخوي محمد وأخوي سهيل وللي وصل أمس الحمد لله على السلامة، ويا مرحبا بكم في بلدكم الثاني. نحن سعيدين باستضافة نسخة السوبر المصري للمرة الثالثة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقت نجاحات كثيرة على مستويات عدة فنية وإعلامية وأيضا على المستوى الجماهيري والتسويقي. نشكر بالبداية الاتحاد المصري على تعاونه الدائم مع الاتحاد الإماراتي لإنجاح هذا الحدث، واليوم التعاون هذا مستمر ما بيننا وما بينهم. ونشكر أيضا شركة برزنتيشن على إنجاح هذا الحدث سنة عن سنة، النسخة قاعد نشوفها أفضل وأفضل، وإن شاء الله النسخة هذه بتكون إن شاء الله أفضل بعد. لكن اليوم لا ننسى أن عندنا فريقين كبار مثل فريق الأهلي وأيضا النادي المصري اللي لهم اليوم في دولة الإمارات قاعدة جماهيرية كبيرة، ونتمنى نشوف جمهورهم متواجد في الملعب. يمكن أخوي محمد بيتكلم فيما بعد عن النقاط هذه، لكن إن شاء الله النسخة هذه تم عقد اجتماعات كثيرة لها مسبقة، سواء كان في جمهورية مصر أو سواء كان في دولة الإمارات، والحمد لله بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي مشكورا، وأيضا شركة برزنتيشن تمت جميع الاستعدادات، والحين نحن في مرحلة التنفيذ. بكرة إن شاء الله بنشوف يوم جميل، يوم مفرح، نتمنى إقامة طيبة للجميع في دولة الإمارات، ونتمنى التوفيق للفريقين، وشكرا. شكرا أبو عبد الله على هذه الكلمة. الأستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن سبورتس يحدثنا الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشهدك أن ما أوتينا ذلك عن علم منا، الحمد لله رب العالمين. أهلا بضيوف، الحمد لله على السلامة لإخواتنا الإعلاميين المصريين، وبرحب بإخواتنا الإعلاميين من دولة الإمارات. مباراة السوبر السنة دي سايب سوبر كاب النسخة الثالثة. خلينا نتكلم الأول بصراحة، إحنا كبرزنتيشن وإحنا بننظم المباراة كان سألنا الأسئلة اللي أنتوا هتسألوها أو المسؤولة، اللي هو ده أهلي وزمالك وأهلي ومصري، هل هيبقى فيه فرق؟ ففضلنا إن إحنا نأخر الإجابة على السؤال ده لغاية الأرقام ما تتكلم وتقول. ساعة الاستاد 23703 اتعمل بلوكينج من الأمن، البلوك الطبيعي بتاع الأمن 3376، فبقى الكباسيتي الافيلابيلتي عندنا 20327، ده الافيلابيلتي للاستاد. المبيعات لغايه النهارده لغايه الساعه 6 صباحا 14947، يعني اولموست 15000، ده حجم المبيعات. المتبقي 5379. المتبقي من مباراه الاهلي والزمالك في العين السنة اللي قبل اللي فاتت على نفس الاستاد 1907 في نفس الوقت وفي نفس التوقيت، يبقى عندنا انخفاض في نسبة البيع تقترب من 19.7%، يعني اولموست 20% انخفاض بس في المبيعات حتى اليوم. اخر 24 ساعة في المباراتين الملعب السنة اللي قبل اللي فاتت تم اغلاقه بالكامل. السنة دي احنا نتوقع نوصل من 84% ل 87% اغلاق بالكامل للملعب.
ده التوقع، وده رقم احنا كان التارجت بتاعنا 72%، احنا ان شاء الله نوصل ل 87%، وده دليل قوي جدا على انه المباراه مباراه السوبر المصري، الناس جايه لمباراه السوبر المصري، الاهلي والمصري، ونتوقع انه الاقبال الجماهيري امبارح بكره ان شاء الله هيبقى على اعلى مستوى. المباراه بكره ان شاء الله صاحب المباراه الاصلي او الراعي الاصلي للمباراه هو سايب بنك سايب، راعي الكره المصريه، وهو صاحب المباراه الاصلي معانا المصريه اتصالات. لكن انا حابب النهارده اتكلم عن بهيه. بهيه جمعيه خيريه خاصه بمستشفى بهيه، وفي فقره بكره هيتم تقديمها من الفنان احمد حلمي ومنى زكي، هيتكلموا عن النساء اللي تم شفائهم من مرض السرطان. هيبقوا موجودين معانا ان شاء الله بين الشوطين، وهيكلمونا عن بهيه. بهيه ان شاء الله توصل بكره 19 مليون جنيه حجم التبرع، ودي الكامبين، وفانيله النادي الاهلي وفانيله النادي المصري هيبقوا عليهم بهيه مكان الراعي جهينة. معانا لاكتيل راعي رئيسي للمباراه. عايز اتكلم تاني، ارجع تاني اتكلم عن التذاكر وعلى البلاد اللي باع فيها التذاكر. اكبر مبيعات للبيع في التذاكر كانت من دوله الامارات 62.7%، من مصر تم شراء 24.7%، ده البيع. حجم البيع بالكامل في دول مختلفة، تيجي بعدنا السعودية، المملكة المتحدة فيه 648 تذكرة، الكويت فيها 612 تذكرة، نيوزيلندا 130 تذكرة، ألمانيا 85 تذكرة، عمان 67 تذكرة، كندا 14 تذكرة، الدولة المجاورة 55 تذكرة، فرنسا 46 تذكرة، سنغافورة 19 تذكرة، إيطاليا 16 تذكرة. أقل دولة عندنا اشترت هي اليونان 3 تذاكر، أسبانيا 3 تذاكر، سويسلندا 3 تذاكر، أندونيسيا 3 تذاكر، دول أقل تذاكر. بشكل عام المباراة بكرة هتقام في الميعاد المقرر ليها الساعة 8 بتوقيت الإمارات، 6 بتوقيت القاهرة. برزنتيشن سبورت بكرة محضرة مهرجان قبل المباراة للفنانة شيرين، وبنرحب بالجمهور إن شاء الله من الساعة 5، أعتقد فتح الباب 4 ساعات قبل المباراة، 4 يعني 4؟ أيوه 4، الساعة 4 إن شاء الله الفتح الباب، وطبعا اخواتنا الصحفيين بالاجيتيشن بتاعتهم هيخشوا في المكان بتاعهم المقرر ليهم. برزنتيشن سبورت عندنا احساس كبير جدا ان احنا في برج العرب في استاد القاهره، احنا ما فيش اي تغيير، حاسين ان احنا في بيتنا. مجلس ابو ظبي السيد عارف العواني بقدم له كل الشكر والتقدير، وابو منصور اخونا طبعا على كل المجهود والتيم اللي شغال، بنشكرهم كل الشكر. يعني بأمانة الموضوع حتى بقى دمه تقيل الشكر، لأنه الواحد مش عارف يقول لهم إيه من كل الكلام على حالة الترحاب وحالة الفرحة. أنا حاسس إن الناس فرحانين إن إحنا موجودين، ده لوحده إحساس كبير جدا. اتحاد الكرة الإماراتي والسيد محمد هزام، يعني الراجل بيكلموه 5 الصبح، النهاردة 6 الصبح، يعني بصراحة الناس فاتحين لاين 24 ساعة. بأمانة بنشكرهم جدا، وأنا عايز أشكر بس السيد محمد هزام على المستوى الشخصي، لأنه الراجل ده علاقتنا احنا في برزنتيشن معاه علاقة كبيرة جدا، وبقول أنه لو العلاقة بين الاتحادين علاقة كبيرة فتبقى بسبب السيد محمد هزام. بدعوا كل الجماهير المصرية بكرة إن شاء الله هيستنوا مباراة فنيا قوية جدا، هنشوف مباراة قوية، في وجبة رياضية دسمة جدا هتقدمها الكرة المصرية النهاردة. بنقول لكل الناس في العالم خدوا بالكم، في سوبر اسمه السوبر المصري، انتوا بدأتوا تحسوا بيه وتشوفوه، اتبنى على مدار 3 سنين من التعب، 3 سنين من المجهود. اعتقد حتى اخواتنا الصحفيين احنا بنحاول على قد ما نقدر نسعد الناس ونسعد الجماهير، واتمنى ان شاء الله وانا متاكد من ده ان الفرقتين هيقدموا لنا بكره مباراه قويه جدا، وكل واحد بقى اللي في قلبه مين عايز يكسب دي بتاعته بقى، لكن احنا ان شاء الله باذنك يا رب نشوف مباراه طريق بمصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا للاستاذ محمد كامل. حسب ما سمعت منك استاذ محمد، اذا كل الطرق تؤدي الى استاذ هزاع باكر ان شاء الله. سوري، أقول حسب ما سمعته وأعداد التذاكر، أعتقد أن كل الطرق تؤدي إلى أستاذ هزاع باكر إن شاء الله.
استاذ هزاع، واللي عايز يروح برضه الوصل يروح، ما تودناش في داهيه. ان شاء الله. يعني اللي عايز يروح الوصل ان شاء الله. الاستاذ سهيل العريفي نائب رئيس اللجنه المنظمه وممثل المجلس ابو ظبي الرياضي يحدثنا الان عن اخر الاستعدادات. تفضل ابو منصور. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا اشكر اخوي محمد واخوي محمد كامل ايضا من شركه برزنتيشن، وارحب بالاخوه من جمهوريه مصر العربيه سواء كان من الاعلاميين او الوفود الرسميه اللي وصلت في الايام الماضيه. اهلا وسهلا فيكم في بلدكم ما في شك، وان شاء الله ان نكون ما قصرنا معاكم في اي شيء، واذا قصرنا انتم مثلكم كريم ويتحملنا. بدايه مثل ما تعرفون سياسه مجلس ابو ظبي الرياضي هي في استضافه كافه الاحداث الرياضيه المهمه في العالم، لجعل ابو ظبي العاصمه عاصمه الرياضه في العالم. تعرفون عندنا احنا احداث كثيره رياضيه على مستوى العالم، مثل ايضا كاس العالم للانديه اللي لسه يعني قبل شهر 12 كان موجود عندنا، وايضا عندنا ابو ظبي تور، عندنا الجولف واحداث اخرى كثيره تحب تستضيفها ابو ظبي. ايضا السوبر المصري من الاحداث المهمه اللي دائما نحن في مجلس ابو ظبي الرياضي نحرص على انها تكون موجوده عندنا، لما له من قيمه واهميه على مستوى قاره افريقيا وايضا على مستوى الوطن العربي. تشاهد المتابعة وردة الفعل الكبيرة. احنا استضفنا نسختين السابقتين مع في استاد هزاع بن زايد، وايضا النسخة السابقة الماضية كانت في استاد محمد بن زايد. الحمد لله الامارات تملك ملاعب على اعلى مستوى مجهزة من كافة النواحي، فنحن نفرح ونفتخر ان لما يجون اخواننا من مصر في بلدهم، وايضا تسمع الإطراء أو الإشادات في التلفزيونات من ناحية النقل التلفزيوني، من ناحية الملعب، من ناحية الجمهور والحضور الجماهيري والتنظيم، هذا الشيء يسعدنا، وأيضا يكمل سياسة الدولتين بينهم كالأخوة والصلة والقربة، وأيضا علاقة الحكومتين في بعض. فلكم يعني كل المحبة والتقدير في بلدكم، وأيضا كلمة شكر نوجهها إلى الأخوة في استاد هزاع بن زايد على يعني العمل والإدارة والاحتراف اللي يقام في هذا الملعب. أمانة يملكون إدارة من أهم إدارات الملاعب تقريبا في العالم، يعني تقارن به في أي مكان في العالم. أستاذ هزاع احنا فخورين به، فخورين بإدارته، فخورين بالعمل الاحترافي اللي يقومون به. أنا ما أريد أني أطول عليكم، ولكن احنا إن شاء الله متفائلين في مباراة تكون حلوة تليق بالفريقين، تليق بسمعة مصر بالكرة المصرية. أكيد أن الجمهور المصري متعطش أن يشوف فرقة في الملعب، يحب أن يحضر الملعب. بحكم المباريات الماضية شاهدنا قبول أو إقبال كبير جدا على الملعب، فإن شاء الله يا رب أن يعني تطلع المباراة بالطريقة اللي نبغيها. أحب أني أشكر أيضا رجال الأمن من شرطة ومن شركات أمنية على العمل اللي يقومون به، وإن شاء الله يعني إحنا متفائلين وكما تعودنا أن المباراة راح تطلع إن شاء الله بشكل جيد، ولكن المهم هو المستوى الفني. إن شاء الله المستوى الفني يرتقي إلى مستوى يعني حافز الجمهور، وأحب أشكركم، شكرا جزيلا لكم. شكرا أبو منصور. نفتح الآن المجال لممثلي وسائل الإعلام، نبدأ من مصر، تفضل. بداية بنشكر دورة الإمارات على الإستضافة الكريمة للقاء السوبر المصري العام الثالث على التوالي. عايز أسأل سؤال خاص بالسوبر الإماراتي، هل في جديد في لقاء السوبر الإماراتي لأنه تأجل مرتين؟ هل تم نقله لمصر؟ أبتقلوا نقله من مصر للإمارات؟ وهل السوبر القادم هيقام في مصر؟ ده سؤال الأستاذ محمد والأستاذ سهيل. سؤال تاني أستاذ محمد، نجاح برزنتيشن المتكرر في إقامة السوبر المصري في دورة الإمارات، هل هيكون بداية إن أنت ممكن تعمل حاجة تاني غير السوبر؟ ممكن نشوف مفاجأة ونلاقي نهائي كأس مصر في الإمارات، ممكن نلاقي حاجة قريبة تانية، دورة رباعية مثلا، يعني هل في مفاجآت ممكن نشوفها في المستقبل القريب؟ طب أسيب أتكلم عن السوبر الإماراتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للسوبر الإماراتي في مصر، تعرف صار عندنا كأس الخليج واضطرينا نأجل يعني الموعد السوبر. الموعد هذا كان فيه إجازات في هذه الفترة، وكان مفروض يكون فيه حضور فيه، طبعا كان فيه إجازات المدارس، صادف إجازات في دولة الإمارات. الآن الموعد اللي حددناه لاحقا
طبعا ما يناسب ان اليوم يصير في سفر من بلد لبلد وللحضور الجماهيري، فاضطرينا ان ناجل كاس السوبر النسخه هذه في جمهوريه مصر للاسف يعني، لكن ان شاء الله النسخه القادمه نحن لازلنا الحين في تشاور على موعد جديد وتكون ان شاء الله في مصر. أقول لك حاجة برضو على السوبر الإماراتي، هو القصة كلها حصلت زي ما سيد محمد قال بخصوص الخليجي، وعرضوا علينا التاريخ الجديد اللي هو يوم 20. احنا برزنتيشن السوبر الإماراتي بالنسبة لنا احتفالية سياحية أكتر، فكان تاريخه الأصلي 5 يناير، كنا عاملينه علشان خاطر بعد الكريسماس وكان عندنا ماراثون زايد، فنظرا للظروف اللي حصلت أجلنا ماراثون زايد ليوم 19، فكان بالنسبة لنا صعوبة جدا إن احنا نعمل ماتش السوبر الإماراتي يوم 20. فطلبنا من البي ال سي، احنا عندنا تعاقد مع البي ال سي، طلبنا من البي ال سي واتحاد الكرة الإماراتي إنه احنا الميعاد الجديد هيبقى صعب مش هيناسبنا، فهم الناس بصراحة قالوا لنا طب احنا هنعمله نسخة دي في الإمارات واحنا ناخد النسختين التانيين بتوعنا اللي في العقد بتوعنا هنعملهم النسخة الجاية والنسخة اللي بعديها وإن شاء الله هيبقى في مصر، بس هي احنا بنعمله احتفالية سياحية لازم تبقى تاريخه متفق مع أعياد. احنا المرة اللي فاتت لو أنتوا تفتكروا السوبر الإماراتي عملناه في العيد الكبير وعمل الضجه والنجاح الكبير اللي اتعمل فيه عشان خاطر اخواتنا الاماراتيين جم عيدوا عندنا في مصر، نفس الفكره عايزين نعملها ان شاء الله في موسم تاني. المفاجآت احمد ان شاء الله يعني في يعني قول لي كده انت باللي انت شايفه ده كله في استاد هزاع والناس هنا والجماعه هنا، انت نفسك تعمل كل حاجه يعني الناس بتديك مساحه انك تعمل كل حاجه فدماغك كلها بتفكر انك تعمل حاجه دايما، اول ما بتفكر حاجه في الامارات بتفكر، وانا كنت واقف مع ابو منصور دلوقتي بنفكر في حاجات كده، فان شاء الله في مفاجآت كبيرة. وانا اعتقد يعني خلينا اقول كده باسمكم كلكم احنا فرحانين، احنا بنبقى فرحانين واحنا راكبين الطياره جايين على الامارات على ابو ظبي على دبي، وانت فعشان كده انت نفسك تعمل يعني احنا بقالنا 10 ايام كلنا كل التيم بتاع برزنتيشن زعلان ان يوم السبت مسافر، خلاص خلصنا ايفنت ومسافرين كلنا مش مبسوطين زعلانين فرحانين الايفنت ان شاء الله يخلص. تقدر تعطيهم اجازه انت خلهم يقعدوا فان شاء الله في مفاجآت يا احمد ان شاء الله ربنا ان شاء الله. تفضل مصطفى. مصطفى الديب من جريدة الاتحاد. سؤالي الأول لسهيل عون، بعد 3 سنين من إقامة السوبر في أبو ظبي إيه هي المكاسب اللي حصدتها عاصمة الإمارات في هذا الإطار؟ وسؤالي سؤالي لسهيل من أبو ظبي الرياضي عن بعد إقامة سوبر لثلاث سنين في أبو ظبي، لو تكلمنا بس عن المكاسب اللي حصدتها أبو ظبي أو العوائد اللي عادت لها أبو ظبي من خلال إقامة هذا الحدث في العاصمة الإماراتية. وسؤالي الثاني للأستاذ محمد عن السنة اللي قبل اللي فاتت كان المباراة في هنا في ملعب هزاع بن زايد، بعد كده اتنقلت لأبو ظبي، جت بعد كده تاني لاستاد هزاع، هل في علاقة لطرفي المباراة بإقامة المباراة في استاد هزاع بن زايد علشان الساعة الإجمالية للجماهير، لأن لو كان في أهلي وزمالك كان ممكن يبقى أكبر جماهيريا؟ أولا يعني أنت تقول لي شو المكاسب اللي نحن ناخذها لما نستضيف السوبر المصري. أولا من أهم المكاسب أن نحن نشوف الناس هذه بيننا وفي بلدهم، أمانة يفرحنا لما يجونا أخوانا من مصر في بكاف سواء كان الأندية أو الصحفيين أو الإعلاميين. ثانيا أنت تعرف علاقة البلدين من في كافة الأمور مثل ما تكلمنا، فيهمنا أيضا نحن نكون في الرياضة جزء من هذه العلاقات وجزء من تطورها. أيضا ما في شك أن تكرار اسم السوبر المصري في الإمارات من ضمن الأحداث المهمة اللي نحن نستضيفها على أجندتنا يزيدها يعني تسويقيا وإعلاميا وإراديا، فهذا جوابي الله يرضى عليك. خليني أقول لك على حاجة، هو اسمه السوبر المصري. السوبر المصري ملوش أي علاقة، ده بطولة بينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم وإحنا بالاشتراك مع برزنتيشن. الأندية علاقتها أسمائها ملوش أي علاقة، ما بنبصلهاش، مش عايز أقول لك الكلمة دي بشكل كبير يعني ما بنبصلهاش بشكل كبير، لكن طبعا بنبصلها في الكوميرشال والناحيه التجاريه، لكن احنا في الاخر السوبر المصري يطلع اهلي وزمالك، يطلع اهلي ومصري، اسماعيلي ومصري، في الاخر هو اسمه السوبر المصري. احنا جينا رجعنا تاني استاد هزاع بن زايد ليه؟ انت دايما لما بتيجي بتفكر في الصوره التلفزيونيه. فدايما بتحب تغير الصوره التلفزيونيه من سنه لسنه ومن شكل لشكل، ف
فما بتعملش في سنتين ورا بعض في مكان. لكن من هنا برضو زي ما قدمنا التحية للأستاذ هزاع بن زايد بنقدم التحية للأستاذ محمد بن زايد وكل الشباب اللي هناك. احنا قضينا السنة اللي فاتت برضو بطولة هايلة جدا، كان معنا المجلس ومعنا اتحاد الكرة وكان بطولة كانت هايلة جدا، لكن ما فيش اي علاقة بين اسماء الاندية والمكان اللي هنقعد فيه، هي بس شكل الصورة التلفزيونية انت عايزها تتغير كل سنة يبقى لها شكل مختلف. فكرنا في, في, في مدينة زايد وبعدين خدنا القرار الاخير ان احنا نيجي هنا. استاذ هزاع تفضل. طلحة الكل حي يسلم عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. طلحة عبدالله صحيفة البيان. على ذكر موعد المباراة الساعة 8 وتاريخها غدا الجمعة يعني، ومغارنة بالكلام عن إغلاق الملعب من حيث الجماهير وما الجماهير، يعني غدا مباراة العين والوصل هي مباراة المتصدرين. أنا متأكد أنه 5000 اللي متبقيين ديل 3/4 من جمهور العين، يعني أنا أعتقد أنه فضلهم لجمهور الأهلي وجمهور العين، لأنه هم حيتوزعوا حيحضروا مباراة الأهلي أم يحضروا مباراة العين. فالتوقيت هذا أنا أعتقد أنه يعني ربما لم يكن موفق يعني. عندك محمد؟ تفضل. عندك يعني أوكي. أول شيء المباراة عشان تكون في الصورة هي مختلفة تماما، يعني الحدثين مختلفات، الدوري المحلي وهذه بطولة يعني كان ودنا يعني ما في شك أن من المفروض أن من المفترض أن تكون مش موجودة، ولكن الأخوة في اتحاد الكرة في لجنة الدوري المحترفين سووا الجدولة قبل إعلان البطولة، قبل إعلان بطولة كأس السوبر. وايضا لا تنسى ان الاجنده في عندنا في الامارات مزدحمه بسبب كاس الخليج. صحيح. اللي استضافت كاس الخليج اللي صارت، فبالتالي من الصعب جدا انك تغير مباريات في والانديه عندها مشاركات في اسيا، والاخوه في مصر كان هذا التاريخ هو اللي يناسب ايضا اجندتهم، فان شاء الله ان ما يكون في اي معارضه وتمشي ان شاء الله. هو صدقني صار هذا الموضوع بالتشاور بين الكل، يعني حاولنا نجد افضل وانسب وقت، مع ان يعني حاولنا نحن ان ما تتصادف هالمبارتين في نفس اليوم، لكن يعني صارت وكان هذا افضل موعد بالنسبه لنا. لكن الكثير من الجماهير يعني بيتواجد هنا، وجزء كبير بيتواجد في الملعب هنا، وجزء كبير بيتواجد في العين، لكن في نهايه اليوم ان شاء الله بنحصل جماهير موجوده. انا صادف جماهير يقول لك انا بحضر المباراه هذه وبشوف المباراه الثانيه على التليفون، ففي ناس كثيره مستعده انها تحضر المباراه هنا وتشوف المباراه الاخرى. فيش الحق عامر هنا. اوكي تفضل استاذ احمد المايك. السلام عليكم. احمد زهران جريده الجمهوريه المصريه وكاله الانباء الالمانيه. سؤالي للنسخه التاليه من كاس السوبر هيتزامن مع بطوله كاس اسيا في الامارات، فهل دار الحديث من الان على امكانيه تغيير موعد كاس السوبر ولا هتتنقل خارج الامارات؟ تقصد كاس السوبر المصري؟ كاس السوبر المصري مع كاس اسيا هتتزامن مع كاس اسيا لو هتقام في شهر يناير ايضا، وبالتالي هل في تغيير للميعاد بكاس السوبر ام ستنقل خارج الامارات؟ لا خليني اقول لك، بس احنا لسه ما حددناش ميعادها، لكن السوبر دي مباراه احنا بنسميها مباراه استعراضيه تسويقيه، وارد جدا السنه دي نعملها اول الموسم، نرجع تاني نعملها زي ما عملناها قبل كده في اول الموسم. لسه ده الكلام ده كله مع اتحاد الكره المصري والحاج عامر، احنا لسه ما حددناش الموعد الجديد ولا المكان طبعا، يعني لا المكان ولا الميعاد، فاحنا لسه ما فيش ضبط ده. تفضل استاذي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبيل التفاهني جريده اخبار القاهره. سؤالي للسيد محمد كامل، في ظل الاجواء الاكثر من رائعه ما بين اخوه في الامارات واخوه في مصر، عندنا حدثين بينظمهم السوبر المصري في الامارات والسوبر الاماراتي في مصر، انا شايف ان الاجواء مهيئه للتفكير في اضافه حدث ثالث على مستوى اعلى، وهو تنظيم السوبر المصري الاماراتي زي على خلفيه كان في تجربه السوبر المصري السعودي. هل ده وارد عندكم بتنسيق مع الاخوه الامارات، وده مدى تاثيره في دعم العلاقات اكثر واكثر مما موجود عليه الان؟ بس خليني اقول لك احنا يعني، وده كلام للكل يعني، سواء حتى عندنا عند اخواتنا في الامارات، احنا عندنا مشكله يا جماعه في الجداول المزدحم.
فكرة الجدول المزدحم ده احنا كشركات نفسنا نعمل ايفنتات ونعمل شغل في الايفنتات، لكن انت النهارده ما تيجي تفكر في سوبر اماراتي، وخليني بس اقول لك اهو، خلينا نتكلم بشكل واضح يعني، تعالى نقعد مع كابتن الحاج عامر ونقول له يا حاج عامر ادينا 4 ايام الدنيا، انت عارف ايه اللي بيحصل، لان كاس عالم فالجداول المزدحمه هي اللي بتعمل لنا ده. لكن احنا بالنسبه لنا سواء السوبر المصري الاماراتي السوبر المصري السعودي كلها على الاجنده بتاعتنا، لكن المشكله كلها في حاله الازدحام اللي بتحصل، حتى التخطيط يعني هنا اخواتنا في الامارات خليجي ما كانش في تخطيط ليه بشكل كبير جدا، وبعد كده جه مفاجئ فحصل دربكه. احنا عندنا برضو خلينا واضحين، ما كانش في كاس عالم عندنا، ما كناش حاطينه في البلان بشكل اكتر، دخل كاس عالم خليك لازم تخلص في تاريخ معين، الحاجات دي كلها، فكل المشاكل كلها بتبقى في الاجنده، الاجنده هي المشكله بس. اوكي تفضل كابتن، هرجع لك. فجر دي ام سي، في البدايه طبعا بشكركم على حسن الاستضافه وكرم الضيافه، واجبنا، واشكر الشركه برزنتيشن وكل التيم اللي عمل تسهيل وتسخير كل الامكانيات خدمه الناس خصوصا الوفد الاعلامي. عايز اسال السيد محمد سؤال والاستاذ محمد كامل سؤال. في البدايه ما قلقتوش لما عرفتوا ان السوبر السنه دي اشترفوا اهلي وزمالك، يعني اهلي مصري مش فريق بحجم وقوه شعبيه نادي الزمالك على المستوى الجماهيري؟ ادي اول سؤال. ثاني سؤال للاستاذ محمد كامل، في منتخب مصر مع منتخب خليجي السعوديه في مجموع كاس العالم، هل وارد ان احنا نشوف منتخب مصر موجود في الامارات هنا في برنامج اعداد المنتخب، يعني ماتش ودي سواء مع منتخب الامارات او اي منتخب خليجي في شهر مايو؟ وشكرا. شكرا. تفضل ابو عبد الله. اول سؤال ما كان واضح، السؤال عن ان طرف المباراه سوبر المصري وليس الزمالك. لا لا بالعكس، يعني اليوم مثل ما قال اخوي محمد في البدايه، قال هو الاسم البراند هو السوبر المصري، فنحن اليوم شو ما كان الفريقين لهم قيمة ولهم جماهيرهم ولهم قاعدتهم، نحن كلهم كل احترام، نحن اليوم نستضيف حدث واللي هو الحدث السوبر المصري، ونحن داعمين للاتحاد المصري ولشركة برزنتيشن لإنجاح هذا الحدث. بالعكس يعني الأرقام تتكلم أكثر مما نحن نتكلم، يعني الأرقام اليوم يعني مرتفعة وبالحدود المتوقعة واللي ما يعني متوقع إن شاء الله تكون موجودة من خلال الملعب. النجاح بيكون إن شاء الله مثل ما قال أخوي سهيل أول شيء فني إن شاء الله، وحضور جماهيري، ولا ننسى النجاح التسويقي موجود، وإن شاء الله تكمل بفرحة النهائي إن شاء الله يعني في الختام والتتويج، ونقول مبروك للفائز. سعد محمد كامل تفضل. موضوع الماتش صح؟ هقول لك على حاجه، انا بنتي كل ما تحب تخرج تقول لك اروح هايبر عشان بتشتري حاجات كتير هناك وحاجات كده، احنا كده بالظبط، في ماتش لان عايزين نيجي الامارات، فكره بقى انك مين يلعب مين دي مش بتاع برزنتيشن، دي بتبقى دايما في خواجه هو اللي بيقرر وفي اتحاد كره بيقرر، لكن احنا انت بتسالني السؤال ده البرزنتيشن، تعالى نعمل الاعداد كله هنا ونقعد هنا ونخلص ال 35 40 يوم هنا ونسافر روسيا من هنا وكل حاجه، يعني انا ما تسالني انا، لكنه في الاخر الموضوع خواجه، وبرده في حاجات كتير توقيتات وفطار وصلاه مغرب، ويعني في حسابات اخرى مش فنيه، لكن انا كوميرشال وحياه وحاجات كده، واسالكم برده انتوا ايه رايكم؟ تحبوا نيجي هنا خلينا ناخد ال 45 يوم التجهيز المنتخب هنا؟ انا نفسي بصراحه. اوكي عندنا اخر سؤالين كباتن لو سمحتوا، راح ناخذ سؤالك وبنختم معك، تفضل استاذ. سؤال الاستاذ محمد كامل، حابين نعرف تفاصيل اكتر عن مباراه بكره غير المهرجان الرعايه والغنائي، هل في مثلا هيكون في جوائز لافضل لاعب للهدف؟ عايزين نعرف الايرادات، نتكلم عن الكاس، كاس البطوله هل مختلف عن اخر 3 نسخ ولا لا؟ وهل جرت العاده انه يحتفظ بيه البطل في دولاب بطولاته بشكل كامل ولا لا؟ يعني تفاصيل اكتر لو عرفنا، حابين نعرف برضه ازاي لكل الفريق تفاصيل اكتر عن جو المباراه بكره. شكرا. يا رب انت سالت كذا سؤال، فانا هقول لك كده من تحت لفوق، زي الاجتماع التقليدي تحت، ما اعرفش انتوا عارفينه ولا لا، الاجتماع التقليدي تحت، بس انا على معلوماتي ولو في حد من شباب برزنتيشن يصلح لي، احمر واخضر دي معلوماتي، ده الزي. في اجتماع فني، في اجتماع فني الحين ده بيناقشوا، انا شغال دلوقتي بس انا بقول لك على معلوماتي اللي عندي. ايرادات الماتش، لا واحدة واحدة، ايرادات الماتش دي ما تقريبا منعوها تتقال.
يعني منعوا ايرادات دي اتقالوها في المطار. ايه تاني؟ البث الفضائي. احنا عندنا قناه اون سبورت في مصر حصريا، وهنا ابو ظبي ودبي صح؟ نعم. دبي اشتريت امبارح. ابو ظبي ودبي. نعم ابو ظبي ودبي. نعم ابو ظبي ودبي هنا ان شاء الله، واون سبورت من مصر، وعارف ان اون سبورت هتفتح هوا قبل الماتش بحوالي 6 ساعات، وابو ظبي اعتقد 4 ساعات هوا. دي القنوات اللي هتبث. ايه تاني؟ كاس البطوله. لائحه اتحاد الكوره بيقول انه هتتساب، هيتساب الكاس عند بعد في السنه الثالثه، بس انا اعتقد الاهلي دي العشرة والمصري الاولى صح كده؟ فيبقى الاهلي احتفظ باللي فاتت. نفس الكاس ولا لا؟ ده كاس جديد يا فندم. لا احنا كاس، لا احنا كاس السوبر بيحتفظ، يعني البطولات اللي هي الاستعراضيه بتاعت السوبر دي بتدي له الكاس بيحتفظ بيها من الاول، وبنعمل احنا كاس للسنه اللي، لكن هو الثلاث نسخ الكاسات باسم سايب سوبر كاب، الثلاث نسخ اللي فاتت دي النسخه الثالثه ان شاء الله. شكرا استاذ محمد. عندنا اخر سؤال بس لو سمحتوا. تفضل. هو من الجانب المصري مهندس هاني ابو ريده هيوصل ان شاء الله الساعه 12:30 مساء. من الجانب المصري معالي السفير هيبقى موجود، معالي القنصل هيبقى موجود، الرئيس الشرفي طبعا للمباراه المهندس هاني ابو ريده تحت رعايه المهندس هاني ابو ريده الاتحاد المصري لكره القدم، اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم كلهم موجودين بالكامل، مش عايز اسمي بس عشان ما انساش حد. مين تاني يا شباب؟ مجلس اداره النادي الاهلي كابتن خطيب ان شاء الله اكد حضور، بمجلس اداره الاهلي كامل بنسبه 80%، يمكن ما فيش غير 2 أو 3 بس هم اللي معتذرين، النادي المصري بالكامل مجلس ادارته موجود، اخواتنا الاعلاميين كلهم برضو موجودين، الوفد الاعلامي المصري كله احنا تقريبا معديين ال 32 في الوفد الاعلامي غير المصريين المتواجدين هنا. تقريبا دي الوفود المهمه. ده من الجانب المصري. الجانب الاماراتي بقى محمد. بالنسبه لاداره الامارات بيكون ممثل الصوت بيكون موجود ان شاء الله معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، نعم، قائد العام لشرطه ابو ظبي ورئيس هيئه الرياضه، وسعاده مروان بن غليطه رئيس اتحاد الامارات لكره القدم، وسعاده الاخ عارف العواني امين عام مجلس ابو ظبي الرياضي، واعضاء مجلس اداره اتحاد الامارات، والشخصيات الرياضيه من الدوله ان شاء الله. شكرا ابو عبد الله. انا اخر سؤال عندنا بس، تفضل. الشكر موصول طبعا للاخوه الاماراتيين، ولكن سؤال الاستاذ محمد كامل، يعني نجحتوا ان انتم تزيلوا جبال كثيره من الازمات والمشاكل في الكره المصريه، وقدرنا انا شايف ان مباراه الاهلي والمصري اهم بكثير من مباراه الاهلي والزمالك في الوقت الحالي ان احنا نقدر نعملها بجمهور. امتى بقى ان شاء الله المخطط بتاعكم ان احنا نشوف بقى نهائي كاس مصر ونهائي السوبر يبقى في مصر وبجمهور ان شاء الله بعد النجاحات اللي بتعمل دي؟ ايه؟ يعني السؤال الصعب اللي بيتسال في كل مؤتمر صحفي، عايز اقوله تاني وارد تاني، المشكله في مصر مش من الجمهور، نحن نتحمل كل المسؤوليه الخاصه على عدم عوده الجمهور. الجمهور المصري جمهور واعي، جمهور مثقف، جمهور فاهم، العيب علينا احنا دي، يعني انا كشركة راعية انا المسؤول عن عدم عادة الجمهور، انا اللي ما بستثمرش في الاستادات، في ناس تانيين كتير مش مسؤولين انا مش هينفع اتكلم عنهم، بس انا بتكلم عن نفسي، انا وشركتي احنا من الناس المسؤولة عن عدم عودة الجمهور، لان احنا ما بنضغطش، ما بنسألش، ما بنشتغلش، خايفين. انا بتكلم بمنتهى الصراحة، وده حاجة غلط، لازم كلنا على بعضنا نتحد مع بعض، لانه الجمهور هو الـ 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 الامل في عوده الروح لشكل الملاعب في الكره المصريه. لكن من الخط الثاني لازم اقول ان المهندس هاني ابو ريده انا بشوفه بنفسي على المستوى الشخصي بيعمل كل المجهود، واعتقد ان شاء الله عشان ما نقولش بس الكلام اللي بنقوله كل مره، اعتقد انه في مفاجات في خلال الاسابيع القادمه خاصه بعوده الجمهور. انا قدمت للامن واتفقت معاهم وكلمتهم في انه كاس مصر بس، يعني خلاص، يعني الدوري كان فيه ظروف خلونا ناخد كاس مصر، كاس مصر فاضل فيه حوالي من 14 ل 16 مباراه،
نختار الاستادات بتاعتهم بشكل معين. كلمت الحاج عامر قلت له حاج عامر عايزين نظبطهم في الاستادات اللي الامن موافق عليها، ولازم يا جماعه تبصوا في وجهه نظر الامن ارجوكم. يعني الامن مش رافض عوده الجمهور عشان ما نظلمش الامن، بس الامن بيقول جمله واحده عنده حق فيها، النيابه قالت ما تلعبوش الا باشتراطات معينه. هو لو لعب مش بالاشتراطات دي بقى هو اللي متحمل المسؤوليه. فيقول لك طب انا اتحملت المسؤوليه ليه؟ اعمل لي اشتراطات الامن، اشتراطات النيابه، وبعد ما تعمل لي الاشتراطات دي. وصراحه الناس في الامن بدون ما اسمي الاسامي قالوا لي هم 13 على ما اتذكر، اعملوا 8، اعملوا 9، لكن مش كل الاشتراطات. فان شاء الله ان شاء الله في عندنا استادات الاشتراطات بتاعتها خلاص قربت للنهايه بشكل 100%، وفي استادات 80% واستادات 70%. باذنك يا رب ان شاء الله هنشوف، مش هنخلص الدور ده من الدوري الا لما يكون فيه جمهور في الملعب. وتاني الجمهور المصري ما يخوفش، الجمهور المصري واعي جدا، الجمهور المصري من اجمل. وبكره انا بقول لكم اهو دلوقتي، وقلنا الكلام ده على مستوى السنتين اللي فاتوا، اتفرجوا على الجمهور المصري شكله عامل ازاي، شكله يفرح. احنا سبناهم في اخر ماتش كاس عالم وانتوا شفتوهم كلكم، ما فيش جمهور بيعيط. احنا شفنا جمهور بيعيط عشان المنتخب، شفنا جمهور منفعل عشان خاطر المنتخب، وربنا كرمنا اخر ماتش عشان خاطر الجمهور. فربنا ان شاء الله هيكرم الكره المصريه الفتره الجايه علشان خاطر الجمهور ان شاء الله. انا قبل الختام بس انوه الى ان تدريب فريق الاهلي اليوم راح يقام الساعه 7 مساء، واول ربع ساعه راح تكون مفتوحه لوسائل الاعلام. بالنسبه لفريق المصري البورسعيدي راح يتدرب الساعه 8:15، وكذلك اول ربع ساعه راح تكون متاحه لوسائل الاعلام في استاد هزاع هنا في هذا الملعب. اشكرك استاذ محمد عبد الله هزام الظاهري، والاستاذ محمد كامل، والاستاذ سهيل العريفي، كما الشكر موصول كذلك للوفد الاعلامي المصري ووسائل الاعلام المحليه. ونتلاقى ان شاء الله اليوم في التدريب وكذلك باكر في المباراه. شكرا جزيلا.